زينب كم مصيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. يدعوكم موكب جمهور الكاظمية المقدسة لإحياء مجالس العزاء بذكرى عاشوراء الحسين في شهر محرم الحرام لعام 1437 للهجرة، وعلى مدار 10 أيام في مرقد السيد الشريف المرتضى قدس سره الشريف في الكاظمية المقدسة، وبمشاركة الرادود الحسيني كرار الكاظمي. أسمع صوتك وبالآه صيحتي. والرادود الحسيني عباس مصدق الكاظمي. يرضى من ثدينا. وسيبقى الشعار لبيك يا حسين. ما يشحي علي بجامرة يتسلى ولا شراب قطرة طفل رضيع نحر قطيع طفل رضيع.